في الإعلام حقيقة يعني. فقط كرم الفريق من قبل السيد أمين بغداد صابر العيساوي بسبب تواجده في مباراة إيران الثانية، وكذلك كرم من قبل اللجنة الأولمبية، لكنه لم نسمع حقيقة ولم يكن هناك تكريم من الحكومة. وسمعنا عن أنه هناك معسكر سوف أي الحكومة العراقية أو هناك معسكر تدريبي. عموما إحنا يعني حقيقة هاي مسألة أمور التكريم والمرحلة الجاية مرحلة أصعب. أنا باعتقادي أنه توفير معسكرات وتوفير الدعم ليس فقط يا سيدي الدعم المادي، يعني إحنا مو عندنا لاعبين يعني نتحرك نريد فلوس، لا، الدعم المعنوي أيضا. أو الدعم هو بتهيئة الظروف الملائمة لخلال هذه الفترة وخلق المعسكرات الملائمة، لا بس إذا كان هناك خطة في يعني لدى الحكومة في دعم الاتحاد وتهيئة معسكرات تدريبية للمنتخب في أوروبا، هذه تكون خطوة إيجابية ومهمة. وحقيقة الاتحاد خلال هذه الفترة بأعضاء الجدد، يعني أعضاء معظمهم شباب، يعني لو دعموا بشكل يعني صحيح أنا أعتقد سوف يكون عن طريقهم توفير معسكرات بالمستوى المطلوب. طيب ينضم إلي الآن الدكتور موفق عبد الوهاب من السويد. مرحبا دكتور موفق، كيف رأيت سحبة القرعة بالنسبة لتصفيات آسيا لأولمبياد لندن والمجموعة الثانية بالنسبة للعراق وأوزبكستان أستراليا والإمارات؟ مرحبا بك زميل مقتدى، وحياك الله وحيا الله مشاهدي قناة الصيحة الفضائية. سلم عليك وسلم على ضيفك الكريم الكابتن جبار هاشم. حياك الله. الحقيقة بالنسبة فيما يخص القرعة أعتقد يعني أن الجميع يتفق على أنه المجموعة ليست بالسهلة، يعني أن تضم منتخبات كأستراليا وأوزبكستان والإمارات أكيد يعني يجب أن تعد لها العدة وتتهيئ بشكل جيد لكي تواجه مثل هكذا فرق. الجميع يعني هدفه واحد وهو التأهل إلى أولمبياد لندن، لكنه واقع الحال والأمر الواقع يجب أن نقر به أنه شبابنا بعد مباراة آزادي حقيقة التفاؤل ملأ الشارع الرياضي الوسط الرياضي أنه هؤلاء الشباب بكادرهم الإداري والفني قادرين على أنه يحققون حلم التأهل إلى أولمبياد لندن. لكنه الحقيقة كل جميع يعترف هناك معوقات وصعوبات، لكن نتأمل الخير إن شاء الله من هؤلاء الشباب. بعيدا عن التمنيات كابتن موفق، يعني أنت كلاعب دولي سابق ولديك تجربة رياضية كبيرة، يعني أنت شاهدت المنتخب الوطني العراقي خلال الأولمبي طبعا خلال الفترة الماضية، هل هو مؤهل فعلا أن خلال هذه الفترة خلال شهرين أن يستعد ويكون مؤهل لخطف بطاقة التأهل إلى لندن؟ زميل العزيز مقتدى، أعتقد أن الجميع يعني يتفق على شيء واحد، أنه الفترة السابقة ليست كالفترة القادمة. الفترة السابقة معوقات كثيرة، وضع يعني غير مستقر بالنسبة لاتحاد الكرة، أمور يعني الاستعداد لهذه المباراة مع المنتخب الإيراني حقيقة الكل كان متخوف جدا يعني من نتيجة المباراة في أربيل وحتى في آزادي. شفنا المباراة الأولى انتهت بخسارتنا، لكنه الشباب يعني عوضوا. واقع الحال يشير إلى صعوبة المهمة، صعوبة المهمة، لكن كما قلنا في مباراة آزادي أنه لا مستحيل، وخصوصا مع شبابنا العراقيين اللي أعتقد أنه مدربهم الكابتن ناظم شاكر يعني صرح في ما يعني في إحدى المرات أنه هؤلاء الشباب يعني بما يمتلكوا من حرص وغير على خدمة العراق أنه لا يخاف من مواجهة أي فريق، وهذا ما نتمنى أنه يحصل الحقيقة. ونتمنى من الاتحاد وكل الجهات المسؤولة أنه تهيئ لهذا الفريق كل السبل الممكنة في سبيل التأهل إلى أولمبياد لندن. والحقيقة ليس التأهل فقط، وإنما الظهور بمظهر مشرف، ويعني تعود لنا صورة الفريق الأولمبي اللي شارك في أولمبياد أثينا. نعم. طيب دكتور موفق، يعني بالنسبة للمجموعات، هل رأيت أن مجموعتنا هي الأصعب أم أن المجموعة الأولى والثالثة يعني لديها؟ نعم نعم نعم، يعني الحقيقة يجب أن تقال لا فرق بين المجموعات، جميع المجموعات صعبة
وحتى لو كانت الفرق اللي معانا غير هذه الفرق، عندما تلعب من أجل هدف جميل. يعني هذا أكيد راح يكون محاط بصعوبات كثيرة. أي فريق يتمنى التأهل إلى أولمبياد لندن مهما كانت يعني قوة هذا الفريق وتاريخ هذا الفريق، لذلك المهمة صعبة، المجموعات صعبة أيضا. ما المجموعات أنا يعني باعتقادي المجموعات الأربعة صعبة وليست الأولى. نعم، لكن لا يعني أنا أرى أن مجموعتنا فيها تساوي وتقارب في المستويات، يعني على سبيل المثال المجموعة الفنية. الثالثة فيها المنتخب المالزي كابتن. نعم أنا معك. نعم المنتخب المالزي مثلا لا يقارن مع اليابان وسوريا والبحرين على سبيل المثال مثلا. أنا معك. إذن كيف تتوقع المستقبل القريب كابتن بالنسبة للإعداد؟ هل سيفي الاتحاد العراقي لكرة القدم وكذلك اللجنة الأولمبية بوعودها دعم المنتخب؟ وأن لا نرى الكابتن جبار هاشم ولا الكابتن ناظم شاكر قبل يومين من المباريات يقولون أننا لم نكتفي بالإعداد والاستعداد. هذا الشيء يعني أقريت به، وأعتقد قلت قبل قليل أنه الفترة السابقة ليست كالفترة القادمة، يجب أن نهيئ كل السبل الممكنة لهذا الفريق الفتي، لهذا الفريق اللي يعني اعتقد يضم بين صفوفه نخبه مميزه من اللاعبين مؤهلين على تمثيل العراق خير تمثيل سواء في المنتخب الاولمبي او مستقبلا في المنتخب الوطني. لذلك كل الجهات اللي يتعلق بها اعداد هذا الفريق عليها الان ان تهتم بتوفير كل السبل لهذا المنتخب، وان لا يتشكى الاخوان العزيزان ناظم شاكر وجبار هاشم من مساله الاعداد، وهذا حق طبيعي، هذا حق طبيعي. لكنه كل المنتخبات الوطنيه على مدى الفتره الماضيه كانت تمر بنفس هذه الظروف، لانه هذه المرحله مرحله حرجه، مرحله غير طبيعيه. لذلك نتمنى جميعا ان نتجاوزها، ان نتجاوزها بتهيئه سبل جيدة من أجل إعداد جميع المنتخبات وليس المنتخب الأولمبي، لأن المنتخبات جميعها أمامها مهمات وطنية. استحقاقات مقبلة. أنا أشكرك الدكتور موفق عبد الوهاب اللاعب الدولي السابق من السويد، شكرا لهذه المداخلة. شكرا كابتن. طبعا يحق للمتابعين والمشاهدين المشاركة الآن وإبداء آرائهم وتوقعاتهم بالنسبة للمشاركة المنتخب الوطني العراقي والإجابة على السؤال ما هي برأيك سبل الإعداد الأمثل للمنتخب الأولمبي قبل خوضه غمار الجولة الثالثة دورة المجموعات. أعود إلى الكابتن جبار. كابتن جبار، بالنسبة للمعوقات، ما هي المعوقات برأيك التي تقف حائلا أمام يعني وضع برنامج وإعداد مناسب للمنتخب الأولمبي قبل خوض دور المجموعات؟ أول شيء تطرق إلى شيء مهم، أنه الحمد لله خلال الفترة السابقة لم يعني لو تلاحظ تصريحاتي على مستوى الإعلام المقروء والمسموع والمرئي هني لم أتشكى بمسألة الإعداد، وقلت هذا الشيء بخليه بداخلي. وطبيعي يعني ذكر الأخ الدكتور موفق أنه إحنا منتخباتنا حقيقة دائما مستوى الإعداد لها يعني ضعيف. هو أيضا ذكرها الدكتور يعني موفق يعني هو من حقك ضعيف يعني دائما كابتن يعني من حقك إذا ما كان هنالك إعداد يعني من حق الكادر الإداري والتدريبي أن يشتكي أن لا يوجد إعداد. إيه لا إحنا الفترة إن شاء الله الفترة المقبلة لن يكون هذا التشكي هي المعوقات. ذكرت لي المعوقات، حقيقة المعوقات أين تكون؟ أولا يعني مسألة تفريغ اللاعبين، أعتقد أنه يجب أن أساعدنا في المشكلة أنه معظم الفرق أكو فرق متواجدة معها لاعبين منتخب الأولمبي يعني راح تنتهي لعباتها خلال فترة قصيرة، وكفرق سوف تستمر باللعب. يجب أن يكون هناك يعني حقيقة مسألة أنه تجميع اللاعبين بأقرب فرصة حتى لا يبتعد اللاعبين الذين سوف يتركوا اللعب مع أنديتهم خلال هذه الفترة وأنديتهم توقف عن اللعب عن اللاعبين سوف يكملون منافسات ومنافسات الدوري حقيقة حتى لا يكون هناك يعني تلكؤ في المستوى البدني. هذا جانب. أيضا معوقات أنه لو لم تتوفر المباريات التجريبية حقيقة هذا معوق كبير جدا، لأنه سوف تدخل لهذه البطولة بطولة يحتاج لها نفس طويل، يعني مغامرة تكون بالنسبة لك، ما تعرف مستوى حقيقة اللي أنت واصل له، لأنه مرحلة الآن مرحلة إيران انتهت وذهبت،
الآن المرحلة حساباتها مثل ما